وش تبي ترسل جولة؟ طلعت. وش وش والله بالغلط، والله ابي ارسل جولة طلعت. والله بالغلط والله. فدأ. يلا ليه ما عديت في البودر؟ شو انا طولت فيه؟ في انا عندي انا بغرفتي عاد فيه. يلا بنفذ. والله غريب تدري الصدق اعطتني حكم سهل. لا وراك جولة جلست. استالي اسكتي. تقول جود لا تقولين، شفت تقول لا تقولين ان حكم سهل، والله سهل الصدق ما قصرت والله. هذه بودرة دقيقة يا غلاتي عادي ما تفرق. نبدأ الحين جولة ولا بعد ما نفذ؟ لا نفذ عشان الداعمين يقنعون انك انت يعني تنفذين احكام. لا لا ما عليك انفذ بدم وضمير ما عليك. كفو. يلا بوبو. طب كيف احسب نقطة؟ طيب اوريك بيدي قد ايش كاسة اوريك. يلا هذه لسه تجي ربع. ها يلا بعد خلاص كفايه. يلا بس حرام. هذا يجي نص، هذا يجي نص. فين فلحتي؟ برفع الجوال شوي. هذا هو نفسه. طيب قسمته؟ لا مو على شعري اكيد. الله ريحته حلوه كذا. خلاص تم الحمد لله يرحمك الله. احلام ريحته حلوه والله. دبنات ندهن شوي. يلا نلعب جوله. قالت هوج السعيد. يعني فيك يعني وش فيك؟ أبشرب من ذا الحمضيات لين الله يفرجها. ليه حسستني انك داخل تلعب وانت مضغوط؟ مضغوط ولا من بي اللي تبي؟ اقسم بالله يا انا طفح الكيل خلاص. اقسم بالله يا ابو خالد طفح الكيل خلاص. انا لازم اكلم امي بكره. دخل في عيني. هي البدر حسنا والنساء وكواكب. بوبو تجي هنا شوي. خنا خليك عادي. خمس دقايق دخل في عيني الان. كذي امسحيها كذي. ها لا في عندي منديل. لا 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 خلاص. يلا شدوا نلعب جوله واحده. نحس أنا في ريحة بودرة. يتهيالك. أوه صح. أيوة هذه حالة في الدماغ في النفسية يعني. عندك هذه. وش؟
لا خلاص انا طبيت بالغلط وطرب وجه، فهمتي؟ لا لا هذه ليه اخو ثامر افتح الدب العيال الدب. ارحم 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 يا عذبه، جا بدري الحمد لله يا عيال. والله والله لقمنا، والله لقمنا. ارحب 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 عادي يا عيال، خلوهم يسبون، خلوهم يسبون، الله يجعلني شوكه، خلوهم. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيه. والله راحت الجوله. الله حيه. تمت من زود، تمت من زود. حس بطعم البودرة فمي. والله لفلحت يا عيال. صوتها المبحور. نزلوا لي الأحكام، جهزوها. أقعد لبيك تلني. جدوا الدبل دبل بنات الدبل اللي يروح، باقي ترى 5 ثواني. استفيدوا منه في أصغر أشياء. حيك يا عبد، حيك، الله حيه. الله يجيبك يا الله يجيبك يا جي، الله يجيبك يا ماجد. مين ماجد؟ خيالها. خيالها. وش خيالها؟ شفتي الدعم الجديد هذا حق الخيل والقائد اللي فوق الخيال؟ أيوة. أنا سميته ماجد، هو الخيال. خيالها، خيالها الفرس ديك. يلا يا ماجد انتظرك يا ماجد. ما هو في والله لنجا والله، لكن ما في الا ابو خالد علي عن روحه، والله ما ودي اكلف عليه. بس ترى ما معي بودره من الحين اقول لك. ما ابو بودره اصلا. انا لازم الف الشاشه يمين عشان تكبر الكومنتات، لان انا والله ما عاد اشوف. ايوه كده ممتاز. اي والله دخيلك يا ابو فهد، شيلوا شدوا شدوا شيلوا يا عيال، خليه يحط البودر على وجهه. ورب البيت جاء. انا انتف شنبي، انتف وتنتيف اذا اخذتيها. ارحب يا عيال. انتف شنبي تنتيف، انتف وتنتيف، انتف وتنتيف، تنتيف انتف اذا اخذت الجوله. ارقدوا يا عيال، اجيب الجوله وانا راجع. ارقدوا ارقدوا. تكلمني ارقدوا، اجيبها وانا راقد. ارقدوا ارقدوا يا كومنت، ارقدوا. انت تكلمني انا؟ ارقدوا يا كومنت. نتف شنبك اذا انت كفو، نتف شنبك. عشان كذا طب عنده حد عشان كذا. خليه اخر ثواني شدوا. علق علق معه. تعال تعال، اول حكم تنتف شنبك هذا. علق علق، شوفي هو يكلمني ذي الحين في واتساب. اقول انتف شنبك، علق علق معلق، مو لازم اخذ ثواني، يقدر يدخل. فدا فدا يعني، فدا فدا. ترى ما يفهمها، ما يفهم الا الكومنت حقي. والله اني ابغاها تستفيد، ابغى الداعم اللي عندها يخاف ويضرب ذيب. الله 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 الله، ترى ما يفهم الحركه هذه الا كومنتي ترى. الله الله، لكن انتم ما عرفتوا لها والله يا كومنت. اسلمي، يلا تفضلي. داعمين بيدعمون من حب، مو والله من خوف. لا من حب، اللي بخاطره يدعم بيدعم، صح؟ يلا ترى والله بنت تستحوجي. انت اللي استحل وجهك، انت جاي من اللي انت في شنبي، حلفت ولا بتصوم 3 ايام؟ هيا العبي جولة ثانية. تبغي تنتيف شنب؟ تبغي لا تنتيف شنب؟ لا والله بزرع عندك انا. طب الحكم الثاني. اول حكم تشيل الصفر هذه، ما ادري شو اسمها الصفر. ثاني حكم ثاني، ثلج وملح بيدينك جولة كاملة. كيف لا جود، انا سوق دباب، انا اعطيتك احكام كيفك. اسمعي قولي لا اله الا الله، انا سوق دباب، لا تخربين علي المتعه. فيري عندك سياره؟ دباب شلون دبابك؟ دبابي اصفر بس، والله واقف في بيت اختي. شلون شلون؟ اصفر اصفر. اوريك صورته؟ طيب تروح تفقع كفره دبابك. الحكم الثاني
لا يا ولد. الحكم الثالث تاكل 5 حبات فلفل، قرون فلفل 5 حارة. لا 5 على سكور 30,000 سلامات. اي صادق. قيمة كيلو فلفل اغلى من سكورك. يلا 3 قرون يلا. لا ولا حتى قرن واحد. لا لا 30,000 في تربل يا 30,000 على 3 قرون، كل 10,000 في قرن. يلا. طب معلش غير الحكم الفلفل عشان انا عندي مشكله في كرشتي. ما انا قلت لك لا ما قلت لك غير لبسي جديد، لابسته شريته جديد، رحت كبيت البودر عليه، ما قلت غير. طيب عندي الاحكام. الحكم الثاني تفقع كفرات سيارتك، الحكم الثالث 3 قرون فلفل. انت اللي قلت والله انت في شنبي لو اخذت الجوله، وانت اللي قلت العبي. طيب اسمع اسمع شوفي، الاحكام اللي فيها هدر للمال والله انا ما انفذها. سماعه 99 ريال انا ما قد قطعتها، فما بالك كفاله ب 400 و 500 ريال هدر للمال؟ وهذا وشو مجانا؟